اهلا بكم مشاهدينا مره تانية في سوره النحل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. فضلت الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. واشرح لنا هذه الآيات الكريمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله في هذه الآيات يأمرنا بثلاث وينهانا عن الثلاث. مزبوط. يأمرنا بالإيه؟ أول حاجة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. منهج حياة، إن كان حياتك يأمرها الله تبارك وتعالى يأمرك فيها أن تكون ممن يقيمون العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والقربى هنا مش الأقارب بس، القربى كمان كل من هو قريب يحتاج أكثر من أي حد تاني، وينهى عن إيه؟ الفحشاء والمنكر والبغي. من الفحشاء إن أنا أقول للواحد بيعمل خير ما تعملش خير ووفر فلوسك، والمنكر اللي هي فعل المنكرات، أيوة، والبغي إن أنت تنشر فساد في الأرض. ربنا جعلنا أو استخلفنا في الأرض حتى ننشر الخير وننشر السعادة في الأرض، لكن نهانا أن نفعل هذا. تمام. يبقى ينهاكم عن إيه؟ كل ما هو وحش. طب بعد كده ايه؟ واوفوا بعهد الله. انتوا خلاص عاهدتوا ربنا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عاهدتوا ربنا يا خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، انتم يا خير الامم فعلتوا الخير وتفعلون الخير وامرتم بالخير. حافظوا بقى واوفوا بعهد الله الذي عاهدتم. الصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم جددوا ايمانكم. قالوا وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ فيقول قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. تجديد الإيمان دايما بذكر الله، إن أنا دايما أجدد العهد مع ربنا أنني مؤمن، أنني مسلم، أنني أتقي الله، ومن خلال هذه الكلمات أنا أبدأ أكون مسلم حق، فأأمر بالمعروف وآتي بالإحسان وأنهى عن المنكر من فضل الله تبارك وتعالى. عاهدتم مع من؟ مع رب العالمين. واعلموا أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء، سركم وجهركم، نيتكم وإخلاصكم وعملكم في الدنيا، حتى تقابلوه يوم القيامة فيطرح عليكم كل هذه المعلومات وكل هذه الحسنات وكل هذه المعارف التي عرفتها في الدنيا. يقول الله لك هل أخلصت أم لم تخلص؟ فإن كنت من المخلصين فاعلم أنك في معية رب العالمين. يا رب يرزقنا الخير. يا رب. أهم حاجة إنه هنا اجتمع فعل الخير مع الأخلاق. نعم. يعني مهم قوي إنه يعني حدش يعني يحلف مثلا الأيمان ما ينقضوش، يعني ما يحلفش طبعا. والله لا أنا عامل أو مش هعمل أو كذا ويرجع في كلامه. صح. يعني فكرة إنه القرآن الكريم يعني فعلا جاء ليتمم مكارم الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم والرسالة جاءت لتتمم مكارم الأخلاق. فحتى يعني لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني أنا بحلف عشان أأكد على شيء فأجي أرجع في الحلفان بتاعي. عارف ليه حضرتك؟ لأن ربنا جعل الإنسان خليفة في الأرض، وهو السفير بتاع ربنا في الأرض، فربنا رفع قدره ورفع مقامه، إن أنت طالما أكدت على الإيمان يبقى الكلمة اللي خرجت منك هي كلمة لا تعود فيها. ما تجيش تتفق مع واحد على اتفاق إن أنت هتعمل فيه خير أو إن أنت هتدخل فيه معاه في شغلانة، وبعد كده حد تاني يجي يأثر عليك بمال زيادة فتنقض الإيمان اللي أنت أو العهد اللي بينك وبينه. أوفوا بالعهد. تخيلي ربنا سبحانه وتعالى عمل فعل أمر وأوفوا بالعهد. إن العهد كان مسؤولا. إذن يبقى كل كلمة أنت نويت بيها فعل الخير افعلها وتوكل على الله، لأن ربنا قاعد سبحانه وتعالى كاتب لك كل حاجة أنت عملتها. صحيح. وبتعملها. وبعدين لا من ينقض إزاي واحد من أمة النبي ينقض العهد بعد؟ والأيمان يعني الاثنين مع بعض، يعني أنت عهدت حد على حاجة زي ما تكون بتحلف والله كده، فالاثنين زي كان
وعد الله مسؤولة. يعني ما يعني حاجة تقيلة قوي وثقيلة جدا في الميزان. وبعدين من أنت؟ أنت من أمة النبي، فأنت شرفك من شرف رسول الله، أنت من خلق الله، ربنا جعلك في الأرض خليفة، إزاي أنت تنقد هذه الأيمانة بعد التوكيد؟ واحد يقول لإخواته اللي وكلهم في الميراث أنا حديكوا كل حاجة، وغاية ما يموت ما يدلوش حاجة. يبقى أنت نقضت يعني نقضت الأيمان بعد ما قلت هتعمل، رغم أن أنت بتدي حقوق الناس، أنت هتعمل للناس كذا وكذا، وبعد كده ترجع تاني تبخل. والبخل ده، البخل دوت هو اللي بيؤدي بعد ذلك إلى الهلاك. أنا عايز أقول لحضرتك الآية الكريمة اللي دايما نسمعها، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أول حاجة بيقول عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل صالح فيما تركت. أيوة. الكلام ده يا أستاذة دعاء مش موجه للناس اللي بتتصدق وبتعمل المعروف ولا بتعمل الصدقات، لا، ده موجه للناس التانية، الناس اللي هي طول حياتها تقولي له تصدق أو ادي خير يقولك لا معلش أصلا أولادي أولى، اللي يعوزوا البيت أو كذا أو كذا، ويبخل عن الناس. دول اللي ساعة ما تيجي تخرج الروح وخلاص ينقضي الأجل يجي وحايل رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لأنه شاف الأرواح التانية للناس اللي كانت بتتصدق وتفعل الخيرات دخلت إلى الجنات، طلع لقى قدام منه يعني حاجة ظلمة، لكن هؤلاء الناس فين أرواحهم اللي سبقوا؟ لا، ده التانيين راحوا الجنة. فساعتها يندم ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني لو رجعتك تاني برضو مش هتعمل، انت ما فيش فايدة فيك. لذلك مرن نفسك انك تفعل الخير والصدقات من دلوقتي حتى تلقى رب البريات وهو راض عنك بإذن الله. نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. أهل الخير، النهاردة احنا في مجمع الديابي قرية الشلاقي الشيخ زويد. المجمع ده ما كانش فيه مية شرب، الحمد لله ربنا عز وجل كرم جمعية البر والتقوى المصرية بمتبرعيها الكرام، وجينا هنا زي ما انتوا شايفين وعملنا المحطة اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي، سعة 30 متر مية، يعني يكفي القرية بشكل كبير جدا. وقلنا قبل كده ان من حق الناس دي علينا، الناس اللي حاربت ووقفت جنب الجيش والشرطة عشان يطهروا ارض سيناء من الارهابيين بمخططات دولية، لازما اقل واجب نعمله لهم نوفر لهم طيب مية شرب، وكمان نوفر لهم ابار توازية للزراعة. ربنا يجزي خير كل اللي شارك معانا في المحطة ديت، كل واحد باسمه اللي مكتوب، كل اللي شارك وقال ما تكتبش اسمي، فبقول ربنا يجزيكوا خير ويبارك فيكوا يا رب. محتاجين كمان على الأقل 20 محطة مية كمان في الشيخ زويد وشمال سيناء بصفة عامة لغاية الحسنة. خليك معنا لأن دي من أعظم الصدقات على الإطلاق، إن أنت تشارك في سقي الماء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنا بنعاني من ما فيش مية حلوة، بتعب من جيبها عن حوالي الخزان فوق 200 جنيه، فده الوقت متوفر على كلنا وعلى المناطق، كل المناطق هنا الحمد لله، يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. فاحنا بنشكر جمعية البر والتقوى، بنشكر أي فعل خير، وشكرا، ألف شكر. احنا بنشكر جمعية البر والتقوى اللي عملت الماء هذه. شكرا لجمعية البر والتقوى لأنكم جبتوا لنا الماء. الأمور الصدقات اليومية من ضمنها وأهمها هي المياه ومحطات المياه، معاناة كبيرة لأهالينا في المناطق النائية اللي عايشين من غير أبسط حقوق الدنيا اللي هي المية. المية موجودة في الأرض بس الناس مش بتحفر وتطلعها، فده دور احنا المفروض مأمورين ان احنا نعمر هذه الأرض، ف الدور اللي المفروض نعمله ان احنا نحفر ونطلع الميه اللي ربنا وجدها. انا عايز اقول اليفط اللي موجوده فوق هذه المحطه من فضل الله تبارك وتعالى، في يفط تانية خفيه، يمكن هذه اليفط ظاهره قدام مننا كلنا باسماء الناس، وفي يفط
تانية خفية ان 5 أو 10 اشتركوا في سهم علشان محطة التحلية. كل ما اشوف اليوفط واشوف هذه المحطة اللي محطوط فيها اكثر من 200 اسم اتذكر قول الله تعالى في اواخر سورة الزمر: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها اللي هم الملائكة. تخيلي وفد الله اللي هم كانوا من المتقين اللي هم كانوا بيسقوا عباد الله في الدنيا واقفين وخزنة الجنة يقفون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهم داخلين بيقولوا ايه؟ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقال كل من في الجنة الحمد لله رب العالمين. نهاية السورة. فتخيلي حضرتك هؤلاء من يفعلون المية بكل أنواعها، إن كانت وصلة مياه، إن كان سهم في محطات التحلية، إن كان حفر بئر للمية لهؤلاء الناس المحتاجين بتعمير الأرض لهم وتحويل الأصفر إلى أخضر في كل مكان. إحنا محتاجين نرجع ده مرة تانية إن كل بلدنا تبقى خضراء بإذن الله. المكان ده فين؟ دي شمال سيناء. من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وعايز اقول ان احنا في خلال الفتره اللي فاتت دي يمكن قوافل كثيره راحت هناك، ومن ضمن القوافل كانت تسبقها محطات التحليه، لان احنا بنبعت نعمل جمعيه البر والتقوى بتعمل محطات التحليه، وبعد ما بتنتهي محطات التحليه هناك وبتبدا تشتغل بيجي بعد كده القوافل تروح بالطعام والشراب والحاجات التانيه كلها ليهم باذن الله، عشان يكتمل الامر بان القافله بيكون فيها طعام وشراب وسقايه واجهزه وكفالات لليتامى وكل حاجه، وبعد كده معاهم على راس هذا الموضوع محطه للتحليه من فضل الله. هو عامة أي محطة بتتعمل أو بتتوجد في مكان هو خير كبير للمكان ده، لأنه دي كأنها سبوت أو مكان. نعم. إحنا بقى بيفضل متابعة طول الوقت. نعم. للمكان ده والأهل. نعم. المكان ده ممكن تبقى دي البداية، بداية الخير. نعم. المية بعد كده تفضل بقى التبرعات تروح لهم، يفضل متابعة لأهل المنطقة يتشاف إذا كان البيوت اللي حوالين المنطقة دي محتاجة أسقف، محتاجة مثلا معونات شهرية، مرضى، محتاجة مشاريع. هي البداية، بداية الخير دايما بتبقى المية، ومن حولها تبدأ الحياة يعني تكمل. ولنا في بناء الكعبة وحفر بئر زمزم. صحيح. بئر زمزم هي كل القبائل جت لما شافت الطيور بتنزل تشرب من بئر زمزم من فضل الله، وأصبحت الحياة في مكة بعد ذلك. نروح نشوف تقرير آخر ونرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني لوجدت رحمتي، لوجدت نصري، لوجدت ستري. أنا الآن مع قافلة طبية من قوافل جمعية البر والتقوى، لتثبت لنا جمعية البر والتقوى في كل ساعة كيف هي جمعية قائمة على العمل المؤسسي والعمل المنظم والعمل المتنوع، فمن قوافل غذائية إلى قوافل مدرسية إلى قوافل طبية. هذه قافلة طبية مكونة من سراير طبية ومن كراسي متحركة. يلا بينا شاركوا معانا نخفف الألم عن أسيادنا، نخفف الألم عن أسيادنا الفقراء، ولما تخفف عنهم الألم ربنا يخفف عنك الألم، لما هتسترهم ربنا هيسترك، لما هتقضي حاجتهم ربنا هيقضي حاجتك. شايف الكراسي؟ تخيل أنت حد من أسيادنا الفقراء قعيد وأهديته كرسيك هذا، مشى به، قابل به الناس، ذهب إلى الصلاة، لك مثل أجره كاملا. شارك بتبرعاتك العينية، قديمك جديدهم وقليلك كترهم، واللي ممكن ما تكونش لها قيمة عندك لها قيمة كبيرة قوي عندهم. وبتبرعاتك العينية تدخل في أمان الله وفي ضمان الله وفي حصن الله. زكواتك
وصدقاتك الجارية وصداقتك مع جمعية البر والتقوى. خلي خيرك يوصل لغيرك. التبرع العيني ممكن تكون حاجة أنا شايفاها مش مهمة، لكنها شيء مهم جدا عند حد مش لاقيها خالص. نعم. مش عارف يوصل لها. وانا عايز اقول جمعية البر والتقوى بتعمل حاجة طيبة جدا، ان هي مهما كان التبرع قليل، ان كانت مثلا عايز تتبرع بوتجاز، غسالة، سخان، اي حاجة من الحاجات، وشايف ان هي زيادة بس شايف انها حاجة قليلة، هما بيهتموا بده ويجي ينقل الحاجة دي علشان يجمع ده وده وده في يوم واحد، ويتبدأ العربيات النقل دي تتملي علشان تدخل المخازن، لو في حاجة محتاجة صيانة، لو في اي حاجة بتتجهز علشان تدخل بعد كده القافلة الملحقة بيها. انا شايف هنا القافلة اللي احنا شايفينها دي، ويمكن بقالها حوالي شهر، تبعتها بعد كده قافلتين تانيين، من يمكن منهم واحدة في دمياط، انا لسه اخيرا كنت موجود هناك وصورت هناك قافلة وطلعة. احنا طلعنا لكفر الشيخ وكل القرى اللي حوالين منها وطلعنا، لا ده احنا بنتكلم بقى في قافلة تانية، القافلة الكبرى اللي هي تقريبا نصف سنوية، اللي هي بتروح حلايب وشلاتين وابو رماد، ودي القافلة اللي احنا داخلين الشتاء وداخلين فيها حاجات كتير. وعايز اقول كلما تذكرت كلمة قافلة تذكر سيدنا عثمان بن عفان انك سوف تكون في ركبه الى الجنة يوم القيامة يا رب بإذن الله. الخواف المستمرة طول السنة الـ يعني مش متاح لوقت معين، يعني هو التبرع مفتوح سرا وعلانية ليلا ونهارا، مش في وقت البرنامج بس، هو طول اليوم. دايما بقول ان اليوم اللي يعدي من غير ما نفتكر ان احنا لازم نعمل خير ونطلع جزء لله، ده ما يتحسبش من حياتنا. الصفحة اليومية حط فيها لمبة منورة خير، لازم، واحنا يوميا بنذكر انفسنا ونذكر الناس. ربنا يجعلكم من السابقين دايما ومن المسارعين لفعل الخيرات. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله، المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. لسه مكملين مع حضراتكم بعد فاصل قصير.